بين أرمينيا وأذربيجان صراع حدودي يتمحور حول إقليم ناغورني كاراباخ، لكن ما الذي نعرفه عن الطبيعة الجغرافية وأيضا الديموغرافية لهذين البلدين؟ أرمينيا بلد جبلي غير ساحلي يقع في جنوب القوقاز بين البحر الأسود وبحر قزوين، يحدها من الشمال والشرق جورجيا وأذربيجان، ومن الجنوب والغرب إيران وتركيا. يبلغ التعداد السكاني لها قرابة 3 ملايين نسمة، وذلك وفق آخر إحصائية صادرة عن العام الحالي 2022. أرمينيا جمهورية سابقة من الاتحاد السوفيتي، وحالياً تحكمها الديمقراطية والتعددية الحزبية وفق النظام السياسي المقر فيها، كما أن البلد عضو في أكثر من 40 منظمة دولية بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس أوروبا وبنك التنمية الآسيوي، وهي أيضاً عضو في التحالف العسكري لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وتشارك أيضاً في برنامج شراكة الناتو من أجل السلام. أما أذربيجان فهي واحدة من 6 دول مستقلة في منطقة القوقاز في أوراسيا، تقع في مفترق الطريق بين أوروبا الشرقية وآسيا الغربية، ويبلغ التعداد السكاني فيها أكثر من 10,300,000 نسمة. وعلى الرغم من أنها عقدت عدة انتخابات منذ استعادة استقلالها، فإنها لا تزال تصنف على أنها غير حرة في مؤشر الحرية في العالم. أذربيجان أيضاً إحدى الدول الأعضاء المؤسسة لمجموعة غوام ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويوجد فيها مبعوث خاص للمفوضية الأوروبية.